أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدي الكرام على الهواء مباشرة في برنامج جلسة الأعمال، نرصد من خلاله إن شاء الله العديد من أخبارنا الاقتصادية، وبالتأكيد زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى الولايات المتحدة. سيصحبنا في تحليلات جلسة هذا اليوم السيد أحمد الفضلي الصحفي بجريدة لوسيل القطرية، شان الاقتصادي طبعا. مرحبا بك، صباح الخير. صباح النور أحمد. نبدأ مشاهدي الكرام برنامجنا بفقرة خاصة عن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسعادة الدكتور مارك تي سباير وزير الدفاع بالإنابة في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة اجتماعا بمبنى وزارة الدفاع البنتاغون مساء أمس. وفي بداية الاجتماع رحب سعادة وزير الدفاع بالإنابة بسمو الأمير المفدى منوها بعلاقات دولة قطر والولايات المتحدة، قائلا إنها أقوى من أي وقت مضى، ومشيدا بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه قاعدة الإعداد الجوية، ومقدرا دعمها للعسكريين الأمريكيين الموجودين بها، مضيفا سعادته أن استعداد دولة قطر لاستضافة القوات الأمريكية لفترة طويلة يرمز للروابط الوثيقة بين البلدين، مؤكدا أهمية هذه القوات لدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومشيدا بجهود دولة قطر في تخفيف حدة التوتر الحالي. وفيما يخص تحضيرات دولة قطر المستمرة لاستضافة كأس العالم 2022، هنأ سعادته سمو الأمير المفدى بهذا الحدث الرياضي الكبير، واصفا الدوحة بأنها مدينة رائعة، ومؤكدا أن العالم سينبهر بشدة بحسن ضيافة الشعب القطري. من جانبه أكد سموه على ما قال سعادة الوزير من أن البلدين تجمعهما علاقات استراتيجية قوية، وأنهما سيعملان معا وبشكل حثيث على تخفيف التوتر في المنطقة التي تمر بفترات عصيبة منذ أعوام عدة، موضحا سمو أمير البلاد المفدى أن قضايا المنطقة ستجد طرقا لتخفيف التصعيد إذا عمل الجميع سويا بشكل وثيق. كما عبر سمو الأمير المفدى من جانبه وأكد على ما قاله سعادة الوزير من أن البلدين تجمعهما علاقات استراتيجية قوية، وأنهما سيعملان وبشكل حثيث على تخفيف التوتر الحاصل في المنطقة. هذا وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قد وصل إلى العاصمة واشنطن دي سي عصر أمس في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار قاعدة أندورز الجوية سعادة السيدة ماري كيث فيشر مساعدة رئيس المراسم بالخارجية الأمريكية، وسعادة السيد تيم ليندر كينغ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي، وسعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة، والسادة أعضاء السفارة ومكتب ملحق الدفاع القطري بواشنطن. يرافق سموه وفد رسمي. في مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر أكد سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، منوها بأهمية زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. طبعا هذه الزيارة تأتي في ظروف تمر فيها المنطقة، ظروف وتحديات أمنية كبيرة. طبعا لطالما كانت العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة قطر علاقات مبنية على أسس متينة وتشاور سياسي كبير، وفي ظل هذه الظروف التي تمر فيها المنطقة هنا تأتي هذه الزيارة وأهميتها للتشاور والتباحث حول التصدي لتلك التحديات. كما أشاد سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بقوة العلاقات الاقتصادية الأمريكية، منوها إلى أن دولة قطر تتطلع إلى إبرام صفقات من شأنها تعزيز الروابط الاقتصادية. في الحقيقة السوق الأمريكية توجد فيها فرص كبيرة للاستثمار، وهنا يأتي دور جهاز قطر للاستثمار في اغتنام هذه الفرص. طبعا العلاقات الاقتصادية القطرية الأمريكية بنمو مستمر،
شهدنا العام الماضي بعض الصفقات التي أبرمت على هامش زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلد فدة حفظ الله، ونتطلع خلال هذه الزيارة إلى أيضا إبرام صفقات من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي إن شاء الله. كما نوه سعادة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأن القمة بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستشمل التنسيق السياسي والقضايا الإقليمية في المنطقة. طبعا على أولوية أجندة السمو الأمير والرئيس هي العلاقات الثنائية، من ثم طبعا العلاقات الاقتصادية والعلاقات العسكرية وأيضا التنسيق السياسي، إضافة إلى أجندة سوف تبحث القضايا الإقليمية في المنطقة. حول دور الوساطة القطرية في حل الأزمات، قال سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني أن الوساطة لحل النزاعات سلميا هي أحد ركائز السياسة الخارجية لدولة قطر التي تدعم الحوار وإيجاد حلول سلمية للخلافات. لطالما كانت الوساطة أحد ركائز السياسة الخارجية القطرية، وبناء على هذه ترى بأن دولة قطر تستضيف المباحثات السياسية بين طرف النزاع في أفغانستان وأيضا ما بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تعزيز السلام في أفغانستان. قطر دائما داعمة للحوار ودائما داعمة إلى إيجاد حلول للتحديات بشكل سلمي ومن خلال الدبلوماسية، ولله الحمد أثبتت قطر في الأعوام الماضية نجاح المفاوضات أو الوساطة التي تقوم بها في مختلف الأماكن في منطقتنا. هذا وقد أبدت وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة اهتماما كبيرا بزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى واشنطن، وتطرقت الصحف ومحطات التلفزيون وغيرها إلى أبرز ما يتوقع أن تتناوله الزيارة من محاور وموضوعات على كافة الصعد، انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين. تحظى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحظى باهتمام لافت في الإعلام الأمريكي بكافة أطيافه نظرا للتوقيت الدقيق الذي تجرى فيه والمتزامن مع تحديات إقليمية ودولية بالغة الأهمية. أعتقد أن وسائل الإعلام الأمريكية مهتمة للغاية بزيارة سمو الأمير للولايات المتحدة وتتطلع لرؤية مجريات هذه الزيارة، وهذا الاهتمام ينطبق على كافة الجهات الإعلامية أيا كانت منطلقاتها السياسية. صحف عريقة كالواشنطن بوست وواشنطن تايم خصصت مساحات كبيرة للقاء المرتقب لسموه مع فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي سيتطرقان من خلاله إلى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية وأهم الأزمات. سيتم التطرق لإيران التي تمثل عمليا أهم موضوع سياسي، فمن الواضح أن قطر لاعب رئيسي في المنطقة كما تستضيف عددا كبيرا من الجنود الأمريكيين، وهذا أمر هام بالنسبة للأمريكيين إلى جانب مسألة هامة أيضا هي مكافحة الإرهاب. هذا الاهتمام الإعلامي لم يكن سوى دلالة على دور قطر البارز والمحوري في صياغة حلول ناجحة وتسوية دائمة لأزمات ملحة على كافة المستويات الخليجية والعربية والإقليمية، لا سيما مع نجاحات سابقة في لعب دور الوسيط، ما يؤكد الثقل الدبلوماسي المميز والمقدر للدبلوماسية القطرية النشطة. لتلفزيون قطر أحمد السعدي، واشنطن.
أحمد، كما تابعت إذن زيارة مهمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى الولايات المتحدة، سيصحبها التوقيع على عدة اتفاقيات في الشأن الاقتصادي. طبعا نتحدث عن علاقة وطيدة، علاقة عميقة ما بين الولايات المتحدة ودولة قطر من ناحية التعاون الاقتصادي، دللت عليه الأرقام الصادرة مؤخرا الحكومية، والتي تقول بأنه الولايات المتحدة هي محط جديد، وهي ليس جديد وإنما سيفعل فيها العديد من الاستثمارات القطرية. حتى يومنا هذا نتحدث عن أنه 24% من قيمة استثمارات جهاز قطر للاستثمار هي في الولايات المتحدة، تستحوذ عليه الولايات المتحدة. اليوم لدينا ميادين جديدة للاستثمار القطري، قطاع التكنولوجي، قطاع البنية التحتية، قطاع النفط والغاز. كيف تنظر أولا إلى هذه القطاعات وفعلا مدى حاجة البلدين إلى تعميق العلاقات فيها اقتصاديا؟ نعم، مثل ما تفضلت مروان وذكرت، خلال السنوات القليلة الماضية شهدت العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية نمو كبير، وتعززت من خلال الاستثمارات التي قامت بوضعها دولة قطر في السوق الأمريكي في العديد من القطاعات، وكان على رأسها القطاع العقاري والقطاع التجاري بدرجة أولى، إضافة إلى سوق الأسهم والسندات والأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد لاحظنا خلال الفترة الأخيرة، أو تحديدا خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع حجم السندات الأمريكية التي تتحوز عليها دولة قطر إلى ما لا يقل عن 1.6 مليار دولار، فبالتالي يعني رقم مهم بالنسبة للاستثمارات المالية لدولة قطر في السوق المالي. كذلك نلحظ يعني جهاز قطر للاستثمار والاستثمارات التي يعني ينوحها هناك، والآن يتجه نحو زيادة قيمة تلك الاستثمارات إلى ما لا يقل عن 45 مليار دولار خلال الفترة القليلة المقبلة، ويستهدف من خلالها قطاعات جديدة هي يعني أو قطاعات بدأت تخطف الأضواء من القطاعات التقليدية التي المتعارف عليها والمتمثلة في القطاعات المالية وبدرجة أولى، وقطاع العقارات. اليوم نتحدث عن القطاع التكنولوجي الذي أصبح يشكل جزء مهم في الحياة الاقتصادية والحياة البشرية بشكل عام، لا يمكن الاستغناء عنه، بالتالي لابد من تطوير هذا القطاع أو الاستثمار بشكل رئيسي في هذا القطاع. يضاف إلى ذلك يعني دولة قطر تسارع الخطى نحو تطوير القطاع أو التكنولوجيا المالية ما تعرف بالفنتك، فبالتالي هذه مناسبة مهمة للاطلاع على ما توصلت إليه التكنولوجيا الأمريكية والاستثمار هناك في التكنولوجيات في القطاع المالي، كذلك القطاع الصناعي. وهنا يعني نلحظ الثورة الصناعية أو التقدم الصناعي للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية في قطاعات التعدين والقطاعات الصناعية، وهذا يتزامن كذلك مروان لابد من الإشارة إلى حجم أو النمو الاقتصاد الأمريكي وتعافيه خلال الفترة الماضية، يعني وهو ما أكدته تقارير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أكد على تعافي الاقتصاد الأمريكي وتحسن الوظائف ومعدلات البطالة في السوق الأمريكي. فبالتالي الآن السوق الأمريكي هو جاذب للاستثمارات الأجنبية بدرجة أولى، يحقق عائد. وهنا لا ننسى كذلك أن السوق الأمريكي كذلك أو الاستثمارات الأمريكية، هناك استثمارات أمريكية موجودة في دولة قطر يعني تساهم في تنمية الاقتصاد وفي تدعيم الاقتصاد من خلال تدفقات استثمارية ضخمة، وتشترك دولة قطر وأمريكا في العديد من المجالات والقطاعات المتنوعة مثل القطاع الطاقي، ونلحظ كبرى الشركات يعني تستثمر في مجال الطاقة والنفط والغاز، وكذلك دولة قطر تستثمر هناك في أمريكا في مجال النفط والغاز. طيب، ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدة الكرام، البورصة القطرية. نتابع وإياكم افتتاحات الجلسة في هذه اللحظات. المؤشر العام لبورصة قطر يسجل 10433 نقطة، أحجام تداول عند 1,738,000 سهم، قيمتها على 2.5 مليون ريال. نشوف الشركات الأكثر من ناحية الارتفاع، الرعاية في الصدارة 7.87 ريال بارتفاعات فقط 1%، الإيجارة 80 درهم واحد وأكثر من 1%، الخليج التكافلي ريالين تسجل ارتفاعات ب1%، وفودافون ريال و41 درهم مع ارتفاعات عند 17%. نشوف الشركات المنخفضة، الإسلامية القابضة ريالين و60 درهم مع حوالي 2.5%، بنك قطر الوطني عند 40، الخليج الدولية ريال و86 درهم، والخليجي عند ريال و17 درهما. أما الشركات الأكثر نشاطا، الرعاية مع 820,000 ريال 7.87 ريال، بنك قطر الأول 429 مع 40 درهم، المصرف الإسلامي 17 ريال و10 دراهم 334,000 ريال، مسعيد ريالين 57 مع 206,000 ريال. واضح أحمد أنه التداولات، لاحظ خلال الأسبوع المنصرم
بدأنا نشهد إن يعني التداولات بدأت تنحسر مقارنة بالأسبوع الذي قبله. بماذا يبرر؟ بدخولنا في فترة الصيف، سفر المتعاملين؟ نعم، هذا أحد الأسباب الرئيسية لانحسار أو هدوء نسبي في تداولات ضمن السوق القطرية، سواء على مستوى الارتفاع أو على مستوى الانخفاض. يعني هناك يعني هدوء كبير في القيم التداول، وحتى في قيم سواء في كمية الأسهم. هذا أحد الأسباب مثل ما تحدثنا، يعني فترة الصيف والإجازات، فبالتالي أغلب الناس تغادر وخاصة فئة الأفراد. لكن كذلك هناك يعني لابد من أخذ بالعين الاعتبار يعني بعض المتغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية على المستوى العالمي. نتحدث هنا يعني عدم اتضاح الرؤية بشأن عدد من الأسواق، خاصة في السوق الأوروبية والسوق البريطاني، فبالتالي هناك تأثيرات. كذلك هناك الأزمة أو الضغوطات أو المتغيرات الجيوسياسية على مستوى إيران وما يرافقها من أخبار خلال الفترة الماضية. هناك كذلك الحرب التجارية، فبالتالي هناك عدم اتضاح في الرؤية، فبالتالي هذا أحد الأسباب على بالنسبة للسوق القطري. نتوقع خلال الفترة المقبلة أن تتعافى أو ترتفع نسبيا قيم ومعدلات التداول في البورصة مع بداية الإفصاحات المالية بداية من تاريخ 10 يوليو. نعم، إلى ذلك مشاهدي الكرام، أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية الانتهاء من تجزئة القيمة الإسمية لجميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، لتصبح القيمة الإسمية ريالا واحدا للسهم، كما تم تجزئة وحدات صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة. وفقا للجدول الزمني المعد مسبقا، أنهت بورصة قطر بشكل رسمي عملية تجزئة أسهم الشركات المدرجة ضمن البورصة، والبالغ عددها 46 شركة موزعة على 7 قطاعات، هي قطاع البنوك، الخدمات المالية، قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، قطاع الصناعة، قطاع التأمين، قطاع العقارات، قطاع الاتصالات، وقطاع النقل. بلغ إجمالي الأسهم المجزأة للشركات 46 المدرجة في البورصة، تضاف إليها أسهم صناديق المؤشرات 132 مليار و100 مليون سهم، توزعت إلى 131 مليار و900 مليون سهم بالنسبة للشركات المدرجة، و260 مليار و700 مليون سهم بالنسبة لصناديق المؤشرات. إلى ذلك، فإن البورصة القطرية تهدف من خلال عملية تجزئة الأسهم إلى تقليل سعر السهم وزيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول وزيادة معدلات التداول بالأسهم وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات المدرجة نتيجة زيادة عدد المساهمين، حيث تفضل شريحة من المستثمرين التعامل بأسهم منخفضة السعر فضلا عن زيادة الطلب على أسهم الشركات من خلال زيادة عدد المستثمرين ودخول شريحة جديدة من صغار المستثمرين إلى السوق. وكانت عملية تجزئة أسهم الشركات قد انطلقت في 9 من يونيو واستمرت حتى 7 من الشهر الجاري بموجب عملية مجدولة تمت بالتنسيق مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والجهات المعنية الأخرى. طلع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الإنجازات التي أحرزها المجلس الأعلى للقضاء، وأبرز ما تم تنفيذه في إطار خطة التحول الرقمي التي يعتمدها المجلس، إلى جانب الجهود المبذولة للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجال العمل القضائي بما يلبي رؤية الدولة في مجال التحول الرقمي ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء بمدينة لوسيل، ورافقه فيها سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، حيث تعمل الحكومة على دعم كل الخطط والتوجهات الرامية إلى التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة، سواء الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات والمجالس التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتتضمن خطة التحول الرقمي في المجلس الأعلى للقضاء
التي تم إنجاز العديد من مشاريعها، تقديم خدمات إلكترونية مرتبطة بالجمهور والمحامين وبإجراءات التقاضي عبر تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التداول، وإنشاء قاعات تداول مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة، وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني إلى جانب خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام. ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأجهزة المعنية في الدولة على مزيد من الدعم لخطط المجلس الأعلى للقضاء في مجال التحول الرقمي وتضافر الجهود المشتركة بين السلطات التنفيذية والقضائية لتحقيق العدالة الناجزة المنشودة بما يخدم مصالح كافة أفراد المجتمع ويلبي الطموحات والأهداف التي ترمي إليها رؤية قطر الوطنية 2030. أحمد، كما تابعت اليوم هذا الإجراء والإشراف المباشر من معالي رئيس مجلس الوزراء على تحديث وتطوير أنظمة القضاء بشكل يسهل على المتقاضين عملية اختصار الوقت والجهد في ذات الوقت، نتطرق أيضا هذا بالنسبة للقضاء بشكل عام في دولة قطر، نضيف إلى ذلك أيضا الإجراء الأخير لا ننسى عملية إنشاء محكمة أيضا متخصصة في الشؤون الاقتصادية. يبدو بأنه عملية تطور اقتصادي، نمو اقتصادي، جذب استثمارات يستدعي بالضرورة القيام بمثل هذه الإجراءات السريعة التي يبحث عنها المستثمرون داخل قطر وخارج قطر أيضا. طبعا مثل ما هو معلوم، أي مستثمر قبل أن يدفق استثماراته في أي دولة يبحث عن البنية التشريعية والقانونية التي تحافظ له على حقوقه وتحفظ استثماراته. دولة قطر منذ سنوات خطت خطوات عملاقة ومهمة وتعتبر رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرساء قوانين وبنية تشريعية مساهمة ومحفزة للاستثمارات ولاستقطاب الاستثمارات. اليوم نراها تستكمل تلك الخطى من خلال تطوير الأنظمة القضائية والأنظمة التشريعية، سواء باستحداث محاكم ذات اختصاص في المجال الاقتصادي أو تطوير الأنظمة الإلكترونية التي تساهم في اختصار المسافات واختصار الوقت وتوفير الجهد، سواء على الطرفي أو المتقاضين بدرجة أولى، بالإضافة إلى حسن إدارة وحفظ السجلات القضائية وسرعة الوصول إليها حتى لو بعد سنوات، يعني بدل الأرشيف والبحث في الأوراق العادية. وهنا تستغل في ذلك دولة قطر أو يعني التطور الذي خططه خلال السنوات الماضية في بنية الاتصالات ويعني الحزام والألياف الخاصة بالتكنولوجيا الجديدة والمتمثلة في الانترنت. واليوم نتحدث عن شبكة الجيل الخامس التي سيتم توظيفها في عديد القطاعات الحكومية والدوائر الخاصة. كما أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على أهمية الإنجازات التي أحرزها المجلس الأعلى للقضاء في مجال التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في العمل القضائي، مثمنا معالي هذه الجهود بما يخدم مصالح كافة أفراد المجتمع ويحقق رؤية قطر ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية. قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة إن البنية التحتية لأول منطقة حرة في قطر راس بوفونتاس جاهزة تقريبا، ومن المقرر إطلاقها بحلول شهر سبتمبر من هذا العام، وتخصيص معظم قطع الأراضي مكتمل تقريبا على حد قوله. وأشار أيضا مع مجلة دي في زد الألمانية إلى أن الترتيبات لإطلاق منطقة راس بوفونتاس تسير بخطى سريعة للغاية، منوها إلى أن الهيئة قامت بتعيين فريق من الخبراء للعمل على أرض الواقع، بما في ذلك تقديم التسهيلات للمستثمرين والشركات لتأسيس أعمالهم في المناطق الحرة. وأوضح أن المستثمرين الأوائل في راس بوفونتاس سيحصلون على أقصى الفوائد. وحول الأطر التنظيمية لهذه المناطق، أوضح سعادة رئيس الهيئة أنه تم إصدار 3 مجموعات من اللوائح التي تشمل الإطار التنظيمي الدولي القائم على القوانين الإنجليزية، وكذلك توفير الحماية للاستثمار للمستثمرين، مشيرا أنه تم الانتهاء من البنية التحتية التي تشمل العقارات التي تم تشييدها مسبقا في المنطقة الحرة في راس بوفونتاس، ومنها مبنى الواحة الذي تبلغ تكلفته 110 ملايين دولار والذي سيكون بمثابة مقر هيئة المناطق الحرة.
هذا وستبدأ العديد من الشركات الدولية من سنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين قريبا في تأسيس أعمالها في المنطقة الحرة. وأضافت المجلة الألمانية أن هيئة المناطق الحرة القطرية تعمل بقوة لجذب الشركات الأمريكية والأوروبية وخاصة من ألمانيا والنمسا وسويسرا. إذن أول منطقة أحمد سترى النور في سبتمبر القادم، محدد الأهداف حسب رئيس الهيئة بأنه حتى الشركات التي سيكون لها مقر في المناطق الحرة أو منطقة راس بوفونتاس محددة أيضا من أي دول، الأطر التنظيمية تم اتخاذها، مرجعيتها أيضا مرجعية إنجليزية حسب القوانين الإنجليزية لإدارة أيضا المنطقة الاقتصادية منطقة راس بوفونتاس. اليوم قطر يعني تحدثت عن مشروع المناطق الحرة، اليوم تطبق على أرض الواقع، سترى النور أولى هذه المناطق إن شاء الله في سبتمبر القادم. أكيد جدا، يعني هذه من أحد الخطوات والإجراءات التي قامت بها دولة قطر نحو تنويع الاقتصاد وتطوير يعني المناطق اللوجستية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية في الدولة وجذب عدد يعني أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب. وهنا يعني من خلال الكشف عن قائمة الشركات والدول التي ستكون حاضرة في هذه المنطقة، نتحدث عن سنغافورة ونعرف الاقتصاد السنغافوري، نتحدث عن المملكة المتحدة، نتحدث يعني عن شركات عملاقة وضخمة من دول يعني متقدمة سواء على مستوى الاقتصاد سواء على مستوى التشريعات، حتى بالنسبة لاعتماد القانون أو التشريعات الإنجليزية، فهذا يعني يتماشى مع المعايير الكبرى أو المعايير العالمية بما يضمن ويحفظ كافة الحقوق بالنسبة للشركات ويساهم في استقطاب تلك الشركات التي تبحث عن أفضل الممارسات. ومثل ما عودتنا دولة قطر يعني تضع دائما أفضل الممارسات التشريعية واللوجستية لكافة المستثمرين سواء المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي. وهنا نقطة مهمة أشار إليها التقرير، يعني نتحدث عن حوافز مهمة للشركات الأولى أو للمستثمرين الذين سيقومون بوضع مشاريعهم في المرحلة الأولى، يعني نتوقع يعني مسارعة عدد مهم من المستثمرين سواء من السوق المحلي أو من السوق العالمية من أجل تركيز شركاتهم في المناطق الحرة في الدولة. أظهرت نتائج المسح الربع السنوي للاستثمار الأجنبي الذي نفذه جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، أظهرت ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دولة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 6.5% على أساس سنوي لتبلغ نحو 722 مليار و600 مليون ريال مقارنة ب 677 مليار و700 مليون ريال خلال المدة ذاتها من العام الماضي. تسعى دولة قطر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر سنها العديد من القوانين والتشريعات، وقد أدت هذه العوامل إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى الدولة، حيث أظهر المسح ربع السنوي للاستثمار الأجنبي الذي نفذه جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، أظهر ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى قطر خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ نحو 722 مليار و600 مليون ريال مقارنة ب 677 مليار و700 مليون ريال خلال المدة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع سنوي بلغ 6.6%. وسجل إجمالي الاستثمارات الكلية الداخلة لقطر في الثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام نحو 722 مليار و600 مليون ريال مقارنة ب 677 مليار و700 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام السابق. كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من سنة 19 و2000 نحو 123 مليار و700 مليون ريال مقابل 123 مليار و900 مليون ريال في الفترة المناظرة من سنة 18 و2000. هذا وسجلت قيمة الاستثمار المباشر الخارجي من قطر في الربع الأول من العام الجاري 153 مليار و800 مليون ريال مقابل 147 مليار و200 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الفارط، أي بنسبة نمو سنوي بلغت 4.4%.
وقام جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ المسح ربع السنوي للاستثمار الأجنبي لتغطية الشركات الرئيسية العاملة في الاقتصاد الوطني، واستهدف المسح كبرى شركات القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والتي تشكل 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد الثاني رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد عبد الرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية والوفد المرافق له، حيث تمت مناقشة سبل التعاون بين الجانبين واستعراض القضايا المتعلقة بالاستثمار بين القطاع الخاص في دولة قطر وجمهورية العراق وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية وسبل إقامة مشروعات مشتركة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم العراقيين. تتواصل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات فعاليات منتدى الدوحة للشباب الإسلامي الذي ينظم في إطار فعاليات الدوحة عاصمة الشباب الإسلامي 2019، وقد تميز اليوم الثاني من المنتدى بنقاش محور الشباب والرهان على التنمية المستدامة. في ثاني أيامه منتدى الدوحة للشباب الإسلامي يناقش محور الشباب والرهان على التنمية أحد ثلاثة محاور. بدأها المشاركون في اليوم الأول للمنتدى بالحوكمة الرشيدة والشفافية لدى الشباب ويختتمونها بمحور الشباب ووسائل التواصل الاجتماعي. موضوع محور اليوم الثاني يناقش قضايا عديدة ترتبط بدور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة. الشباب أثروا هذه الجلسات النقاشية بالعديد من الملاحظات والنقاط اللي تبرهن على دور الشباب في الاستدامة وأهمية الاستدامة أمام الشباب وللمجتمعات الإسلامية والعربية. ثلاث ورش تضمنها محور اليوم الثاني تناول الدور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة والتنمية المستدامة وتحديات الشباب، إضافة لتمكينهم في مجالات التعليم والتدريب، وهي ورشة تسعى لتحفيز الشباب على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهه. ورشتنا عبارة عن عصف ذهني للفرص والتحديات اللي تواجه الشباب الإسلامي، تناولنا فيها التحديات اللي تواجه الشباب الإسلامي وحاولنا أن نوجد حلول لهذه التحديات حتى ندعم الشباب الإسلامي في أن يتمكن من مجال التدريب والتعليم. المشاركون في المنتدى الذين يمثلون 56 دولة يعتبرون تنظيم هذه التظاهرة الشبابية فرصة تتيحها دولة قطر للشباب من أجل التحكم في مستقبله عبر تبادل التجارب بين المشاركين من مختلف دول العالم. المنتدى يناقش يعني قضايا مهمة حق الشباب في المجتمع، الواحد ممكن يستفيد منها، ممكن نطلع فيها بأشياء يعني تفيد المجتمع، توصيات تفيد المجتمع بشكل عام. طبعا مشاركتنا مع باقي الوفود نكتسب منهم خبرات وتبادل معهم الثقافات، تقوي العلاقات بيننا، نكتسب خبرات جديدة. Mon impression par rapport à ce forum. انطباعي عن المنتدى جيد للغاية، فهو يضم العديد من دول العالم، ونحن هنا نتحدث في إطاره عن الحكم الرشيد ومحاربة الرشوة وعن الشفافية، لذا أرى أن دولة قطر منحت للشباب فرصة التحكم في مستقبله من خلال تعزيز قدراته في مجال الحكم الرشيد ومحاربة الفساد. يسعى منتدى الدوحة للشباب الإسلامي من بين أهداف عديدة إلى تنمية قدرات الشباب للوقوف في وجه التحديات العديدة وفي مقدمتها التنمية ومحاربة الفساد. قالت تركيا إنها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي حقيقي سنوي نسبته 4.13% في المتوسط في الفترة ما بين العام 2019 و2023، وذلك في إطار خطة تنمية طموحة مدتها 5 سنوات تهدف إلى تعزيز الكفاءة والتنافسية. تقول خطة التنمية إن العام الأول سيشهد إعادة توازن ثم تعقبه معدلات نمو صعودية، ومن المستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى $1 تريليون بحلول العام 2023 بحسب الخطة، مقارنة مع $784 مليار في العام 2018 وفقا لبيانات رسمية. ختام جلسة الأعمال مشاهدي الكرام، نشكر ضيفنا السيد أحمد الفضلي الصحفي في جريدة لوسيل القطرية، كل الشكر لك أحمد. الشكر أيضا موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام، نلقاكم مرة أخرى الواحدة بتوقيت الدوحة إن شاء الله، ونشرة اقتصادية فيها تفاصيل آخر أخبارنا بالتأكيد وإغلاقات البورصة القطرية. نلقاكم بخير وإلى اللقاء.